صوت الناس من رام الله نبض الشارع. تحياتي لحضراتكم وين ما كنتوا، تحية صباحية عطيرة دافي هيك تدفئ قلوبكم وبيوتكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا مناحي حبايبي، بالسيارات بالبيوت بأماكن العمل والدراسة، الله بيشافوا الصغار وهم رايحين على المدارس الصبح. ولا لا يا خالد؟ يعني أعتقد المفروض كانت عطلة هاي العشرة أيام بدل الربيع، بس واضح إنه البرد السنة قارس، فالله يهون على الكل يا رب. خلينا نروح لصفحتنا الأخيرة وهي موسيقية بامتياز وجميلة أيضا بامتياز أكبر، الأستاذ يعقوب الأطرش فنان الجميل، مايسترو فلسطيني موزع وملحن موسيقي جميل. أهلا بالمايسترو الأطرش، نورت أجيال في حضرتك معنا. الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين ويسون. صباح الفل. الله يسعدك يا رب. صباح الفل لحضرتك. وانت اشتغلت مع كبار الفنانين طبعا الفلسطينيين والعرب، مايسترو يعقوب الأطرش احنا فخورين فيك، كنت رفقة مع السقف في معظم فيديوهاته وأغانيه. اليوم عم نتكلم عن أوبريت الهلال الأحمر الفلسطيني، مناسبة ذكرى 53، وهي مؤسسة عريقة طبعا أساسها زي ما قلنا أخوه الراحل عرفات، فتحي عرفات. وهذا الأوبريت يلخص مسيرة 50 سنة من العمل الإنساني لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واللي تأسست زي ما قلنا 68، فيها 14 مركز رئيسي منهم مركز في القدس، 28 مركز فرعي، 140 سيارة إسعاف، 348 ضابط إسعاف، 200 متطوع. خلينا نحكي عن الأوبريت، وين تنتج مايسترو يعقوب الأطرش؟ مين شاركك في الأوبريت من فنانين، من كتاب كلمة؟ كيف كانت أصدائه لحتى اللحظة؟ تفضل. اوكي، هو الاوبريت اول شيء كان بنهايه 2018، عام 2018، وكان مفروض انه 50 عام على احتفال ذكرى ال 50 لتاسيس مؤسسه الهلال الاحمر الفلسطيني، وكان المفروض بشهر 12 في احتفال ونعرض في الاوبريت، فكنا موجودين على المسرح وصارت ظروف معينه سياسيه منعتنا انه نعرض الحفل، فاستغلينا وجود الفرقة والعازفين والموسيقيين موجودين والطواقم زي ما شفتي أنت، وكنا على الأقل أنه نصور الأوبريت لنوثق هذا الحدث. فاللي شارك معي من ناحية فنانين، أول شيء الفنان محمد عساف، الفنان الرائع المقدسية ميرال عياد، والفنان هيثم الشوملي. الأوبريت كان من كلمات الشاعر محمد عياد ومن ألحاني وتوزيعي. Hello. كان في تجربة جديدة بالنسبة لي ولفرقة أوتار إنه يعني نجمع أكبر عدد ممكن بأوركسترا غربية شرقية بهذا العدد كفرقة وألحان خاصة فلسطينية وكلمات، يعني عمل متكامل فلسطيني بهذا العدد من العازفين بال 2018 أعتقد كان لأول مرة عم بصير، وتجربة كانت تحدي للموسيقيين كانت جميلة يعني. والأصداء زي ما انت شايف احنا فقط من أقل من أسابيع نزل الأوبريت على السوشيال ميديا، وعم نشوف أصداء كثير حول الناس مبسوطين فيه طبعا وبالعمل وفخورين بالموسيقيين الموجودين وبالعمل الفني اللي طلعنا. جميل جميل هذا العمل بكل ما فيه ومن فيه. خبرني عن الجهد المبذول فيه، قديش أخذ مع حضرتك؟ يعني أوبريت جميل وهذا دليل قديش مستواك الموسيقي كفلسطيني جميل أيضا كملحن وموزع يا سيدي. يعني دايما التوزيع بيكون على كاهل حدا واللحن على كاهل حدا، يعني أنت مجموعة فنانين في واحد ما شاء الله. تفضل. الله يسعدك يا رب. المزبوط، أول ما كتب الشاعر محمد عياد بعت لي الكلام، فلما شفت الكلام 5 ورقات أنه بدهم يتلحنوا، فهي عبارة مش بس عن أغنية، أنت بتحكي عن مسرحية بدها تصير هاي. فأخذ مني الصراحة وقت ما يقارب الشهرين ونص لثلاث أشهر بين كتابة النوت والتلحين. البروفات على المسرح اللي كانت، أنه بحب أنوه كثير الناس بتفكر أنه إحنا مصورينه ومسجلينه بستوديو، لا، هذا كان عزف مباشر على المسرح مع الموسيقيين، بس لسوء الظروف اللي صارت سابت أنه إحنا ما عملنا عرض قدام الجمهور، كان المفروض الجمهور يكون موجود. فعملنا كمان مراجعات على المسرح، مراجعتين قبل بيوم ويوم الحفل كان جميل. هاي الصور عم ترافقنا حضرتك وانت بتحكي معنا الأوبريت، رح نسمعه هلأ جزء منه ونرجع نحكي معك. لما البحر جاب الغيلان
عدم حروف الكلام أشعل فيها النيران، حرم اللي بزرع واللي بفلح واللي يعني هذا شغل على مستوى عالمي مايسترو يعقوب الأطرش، والله شهادتي فيكم مجروحة. يعني تسلم، يعني لولا الموسيقيين الرائعين أول ناس بحب أوجه لهم الشكر، يعني ما كان هذا العمل الجميل، لأنهم هم تعبوا طبعا وإحنا كلنا بنكمل بعض كموسيقيين. والأهم من هيك أنا حبيت أنه نحافظ على التواجد الموسيقي الكلاسيكي كمان الشرقي في مقاطع شرقية، لأنه إحنا بصراحة وبكل شغفية وكلنا شايفين إشي ما بيتخبى إنه المستوى الموسيقي عم ينزل بجميع أنحاء الوطن العربي، مش بس يعني بمنطقتنا هون. صحيح. فإحنا بنحاول نخلي إنه في موسيقى الناس تستمتع بالموسيقى، مش مجرد إيقاع أو مجرد كلام عم بتركب وعم بيتغنى وهيك. فالشاعر محمد عياد شاعر رائع كمان شوي. رحم الألم مثل العلم رفرف هلال، بضم بالجروح اللي نخلهم رصاص المعتدي، بيسعف اللي تشرد وتاهوا في آهات السؤال، يمسح دموع الثكالى وعائلات المنكوبين. هبت الثورة وحملها رجال من قلب الألم، كي رجعوا للناس بيت أو ترابط أو حلم. هبت الثورة وحملها رجال من قلب الألم، كي رجعوا للناس هيبتها وكرامتها وحلم. وحتى اختيار الفنانين، يعني وفقت أيضا في اختيار الفنانين الثلاثة، محمد عساف، هيثم الشومة، اليوم ميرال عياد، ما شاء الله مايسترو الأطرش. الله يسعدك. يعني احنا ما كان في اختيار للفنانين، وكنت رافض انه اختار اسماء فنانين لحد ما كان اللحن جاهز، عشان كل واحد يختار الصوت الملائم، يعني الأغنية أو المقطع الملائم له. أنا دائما بحكيها هي الأغنية أو اللحن زي اللبسة، طبعا لازم يكون يعني ملائم للشخص، ما خص انه هذا اللحن حلو اي شخص ممكن يغنيه، مع انه ما شاء الله عليهم شبابنا قادرين يأدوا جميع الادوار يعني. فانا كان لي كمان يعني تحدي انه نورجي للعالم انه احنا عندنا امكانيات وقادرين نطلع باكبر يعني افخم الاعمال الفنيه. وفعلا فإن شاء الله، إن شاء الله القادم أعظم إن شاء الله، القادم أحلى. أوبريت الهلال الأحمر الفلسطيني، اسمحونا نهدي من خلالكم لكل العالم اللي عم تسمعنا، واسمحلنا إن نستعيره منك ونضلنا نحطه بحلقاتنا في المجلة. الموسيقار المايسترو يعقوب الأطرش، أهلا وسهلا فيك، شكرا كمان للشاعر محمد عياد لهالكلمات الجميلة، وللفنانين عساف وشومة اليومير العياد، شكرا جزيلا موسيقار، ننتظر منك الكثير، لازلت في أوج عطائك. الله يعطيك العافية، إلى اللقاء. شكرا مسؤول، يعطيك العافية وشكرا أجيال.